سيداتي سادتي، دون أي انتظار إضافي أظن بأننا هنا من أجل ذلك، ونحن جاهزون الآن. سوف نبدأ بهذه القرعة كما يلي. سوف نبدأ مع محمد النني الذي سيمزج الكرات في المستوى الرابع ويختار بعد ذلك كرة تضم اسم أول منتخب مترشح لهذه التصفيات والذي سيتم سحب اسمه اليوم. أول منتخب لليوم هو منتخب ليبيا. المنتخب الليبي سيكون في المجموعة الأولى. نواصل الآن، أرجو أن لمعرفة مركز المنتخب الليبي في المجموعة الأولى. Thank you very much. شكرا. ليبيا will be المنتخب الليبي سيكون في المركز الثاني من المجموعة الأولى. هذا أمر مهم جدا لأن الجدول واضح جدا ومحدد. نواصل إذن مع سيد نني مع المنتخب الموالي الفئة الرابعة كذلك. اختر كرة. شكرا. شكرا لك. إذا المنتخب الموالي سيكون في المجموعة الثانية هو منتخب زامبيا. المنتخب الزامبي سيكون في المجموعة الثانية، وكما فعلنا منذ حين سوف نذهب إلى كرات تحديد المراكز لمعرفة مركز المنتخب الزامبي في المجموعة الثانية. نعم تفضل، اختر كرة. والمركز لزامبيا في المجموعة الثانية سيكون المركز الأول. سنواصل مع المنتخب الموالي من المستوى الرابع مرة أخرى. والانتباه إذن مع الكرات كي لا يسقط. Any ball? Thank you. شكرا لك. شكرا. So, third finalist. إذن المنتخب الثالث في قرعتنا اليوم. Le Gabon. سيكون الجابون. Le Gabon. Gabon. Will go to Group C. الجابون سيكون في المجموعة الثالثة مرة أخرى. نواصل إذن لمعرفة مركز الجابون. نرجو المزج أكثر. نعم الآن اختر كرة. شكرا. منتخب الجابون إذن لتحديد مركزهم في المجموعة الثالثة. المركز الأول للجابون. المنتخب الموالي. هناك منتخبان فقط متبقيان. Please bring one. Any, that's fine. Any, thank you. شكرا لك نني. So we have still Uganda and Burkina Faso to come out, and it will be first Burkina Faso. Le Burkina Faso. Burkina Faso, إذن هو المنتخب الموالي والذي سيكون في المجموعة الرابعة. والآن لتحديد مركز هذا المنتخب سوف نختار كرة تحدد مركز هذا المنتخب. مركز البوركينا فاسو في مجموعاته سيكون المركز الثالث. المركز الثالث من المجموعة الرابعة لبوركينا فاسو. ولنتأكد فقط من مصداقية القرعة، هناك منتخب متبقي من المفروض أن يكون أوغندا. سنتحقق من ذلك مع بعضنا البعض الآن. من المفروض أن يكون منتخب أوغندا. نعم. منتخب أوغندا الآن سينضم للمجموعة الخامسة. سنحدد المركز. ممتاز شكرا.
المركز الرابع من المجموعة الخامسة لأوغندا. الآن أنهينا المنتخبات من المستوى الرابع، لقد أنهينا القرعة مع ذلك وأخذنا مركزا من كل مجموعة لهذه المنتخبات. شكرا جزيلا للنني، وتفضل بالعودة إلى مكانك. نحيي محمد النني. وسيداتي وسادتي ضيوف الكرام، نمر الآن إلى اليسار قليلا مع إنريك كاسبر جاك الذي سيواصل. سنبدأ إنريك الآن، يجب أن نمزج قليلا فقط الكرات. نعم، تفضل الآن لنعرف اسم أول منتخب من الفئة من المستوى الثالث. أرجو أن تبقى معي إنريك، سوف نواصل. أول منتخب هو غينيا. غينيا ستكون في المجموعة الأولى. إذن إنريك تفضل. إذن سوف نحدد مركز هذا المنتخب. نعم، تفضل بالاختيار. إذن غينيا ستنضم إلى ليبيا في المركز الأول، وسيكون مركزها الرابع، المركز الرابع من المجموعة الأولى لمنتخب غينيا مع منتخب ليبيا. نواصل مع المنتخب الموالي إنريك. دائما مزج الكرات قبل اختيار أي كرة. Merci beaucoup. Thank you very much. شكرا لك. Nous avons le Cameroun. We have لدينا منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون سيكون في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب زامبيا. الآن مع سيد إنريك سوف نحدد مركز منتخب الكاميرون في المجموعة الثانية. Voilà. Merci beaucoup. شكرا جزيلا Thank لك. Thank you very much. There we are. La position du Cameroun. مركز الكاميرون سيكون الثاني. المركز الثاني من المجموعة الثانية للكاميرون مع زامبيا. سنواصل إذن مع المنتخب الموالي المترشح لهذه التصفيات. سوف نختار الآن المنتخب الثالث من هذا المستوى. شكرا جزيلا. إذن نحن وصلنا إلى نصف هذه القرعة الآن. المنتخب الموالي هو المغرب. منتخب المغرب سينضم إلى الغابون في المجموعة الثالثة، وسنحدد مركز المغرب الآن. يجب إذن مزج الكرات قليلا قبل اختيار المنتخب. شكرا لك. إذن منتخب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب الغابون، مركز المغرب سيكون الرابع، المركز الرابع من المجموعة الثالثة لمنتخب المغرب إلى جانب الغابون. سوف نذهب إلى المنتخب قبل الأخير في المستوى الثالث. Le groupe D a été déjà garni avec le Burkina Faso et sera rejoint maintenant par with Burkina Faso. Laquelle vous plaira le plus? It will be نواصل إذن. Donc le Burkina Faso. Burkina Faso. Se voit. المنتخب الذي سينضم إلى بوركينا فاسو هو جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا تنضم إلى بوركينا فاسو في المجموعة الرابعة. سنحدد كما فعلنا سابقا مركز المنتخب مع الكرة باللون الأصفر. ممتاز، شكرا. المنتخب الجنوب أفريقي سيكون في المركز الثاني من المجموعة الرابعة.
ويجب أن نتأكد رغم ذلك من المنتخب المتبقي للتأكد من مصداقية هذه القرعة ومن صحتها. يجب أن نتأكد أن الكونغو هو المنتخب المتبقي. نعم. إذا سنتأكد مع بعضنا البعض من هذا المنتخب المتبقي أن الكونغو هو المنتخب المتبقي. الكونغو إذا سينضم للمجموعة الخامسة. الكونغو سينضم إلى أوغندا في المجموعة الخامسة، ولتحديد المركز الآن إذا سنحدد مركز هذا المنتخب. شكرا. المركز الثالث من المجموعة الخامسة للكونغو الذي سينضم إلى أوغندا في هذه المجموعة. إذا سنشكر كثيرا سيد ريك كاتباجاكو، حظا سعيدا لك مع منتخبك. شكرا له وأرجو أن تحيوه. إذا كما ترون أنهينا نصف العمل حتى الآن، لا يزال النصف الثاني. سوف نذهب إلى اليسار قليلا أكثر الآن ونواصل. نطلب من أليو أن يساعدنا الآن مع المستوى الثاني من المنتخبات، الرأس الأخضر الكونغو الديمقراطية ومصر والمغرب. سنبدأ الآن. أول منتخب من هذا المستوى، المستوى الثاني. Thank you very much. شكرا لك. الكونغو الديمقراطية التي ستنضم إلى ليبيا وغينيا في المجموعة الأولى. أليو سنطلب منك الآن تختار كرة خضراء المناسبة للمجموعة الأولى لتحديد مركز الكونغو. Of the Democratic Republic of Congo. Thank you very much. شكرا جزيلا لك. There we are. المركز الثالث من المجموعة الأولى للكونغو. نواصل إذن مع المنتخب الموالي من المستوى الثاني. ممتاز، شكرا أليو. منتخب نيجيريا إذا سوف يكون في المجموعة الثانية مع زامبيا والكاميرون، مجموعة صعبة جدا. نحن نسمع الأصداء في الصالة الآن. سنحدد مركز نيجيريا. إذا سنواصل الآن لمعرفة المركز، سيكون إما الثالث أو الرابع. شكرا لك أليو. المركز الرابع من المجموعة الثانية لمنتخب نيجيريا إلى جانب الكاميرون وزامبيا. نواصل مع منتخبات المستوى الثاني. المنتخب الموالي إذن سيتم اختيار المنتخب الموالي الآن. شكرا أليو. المالي، منتخب مالي. منتخب مالي سيكون في المجموعة الثالثة مع الغابون والمغرب، لجانب الغابون والمغرب في المجموعة الثالثة. وسنحدد مركز منتخب المغرب الآن لو سمحت. نعم، هنا أرجو اختيار مركز. شكرا جزيلا. المركز للمالي، المالي عفوا. المركز الثاني من المجموعة الثالثة. إذن المركز الثاني للمالي مع الغابون والمغرب. نواصل إذن مع المنتخبين المتبقيين، إما مصر أو الرأس الأخضر. ك
كيب فيردي ايلاندز. كيب فيردي اذا راس الاخضر والمنتخب الموالي. كيب فيردي ايلاندز جوينز ساوث افريكا. سينضم الى جنوب افريقيا وبوركينا فاسو في المجموعه الرابعه وسنحدد مركزهم الان. شكرا اليو. إذن كاب فيردي والرأس الأخضر سيكون في المركز الرابع من المجموعة الرابعة مع جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو. يجب أن نتأكد طبعا من صحة القرعة مع الكرة الأخيرة التي تحتوي الاسم الأخير لمضيفنا اليوم. من المفروض أن يكون منتخب مصر، سنتحقق من ذلك مع بعضنا البعض الآن. منتخب مصر سيداتي سادتي، المنتخب المصري سيكون في المجموعة الخامسة مع الكونغو وأوغندا. سنطلب من أليو لأخذ المركز لتحديد المركز للمنتخب المصري. شكرا أليو. المركز الثاني للمنتخب المصري. Position two المركز الثاني في المجموعة الخامسة. This of course now closes هذا ينهي إذا القرعة للمستوى الثاني. وسأطلب من أليو إذا نشكره أولا ونتركه يعود إلى مكانه. شكرا للمساعدة في عملية القرعة وحظا سعيدا. سيداتي سادتي سنبلغ الآن آخر مرحلة. لم يبقى إلا خمس منتخبات من المستوى الأول: الجزائر، ساحل العاج، غانا، السنغال وتونس. ألفونس لديك المسؤولية الأكبر في هذا المستوى الأول المنتخبات. نطلب منك أن تمزج الكرات الآن قبل أن تسحب المنتخب الأول. المنتخب المسحوب أولا سيكون في المجموعة الأولى. شكرا لك ألفونس، أرجو أن تبقى معنا. تونس. المنتخب التونسي سيكون في المجموعة الأولى. تونس إذا سحبت للمجموعة الأولى. فقط الكرة الخضراء المتبقية للتأكد من المركز المتبقي. الآن سوف نؤكد فقط المراكز المتبقية. المركز الأول من المجموعة الأولى لتونس مع ليبيا وكونغو الديمقراطية وغينيا. إذا اكتملت المجموعة الأولى كما ترون. سنواصل إذا مع المنتخب الموالي في هذا المستوى الأول والذي سيكون في المجموعة الثانية. ممتاز. شكرا لك. الجزائر. منتخب الجزائر سوف ينضم إلى زامبيا، الكاميرون والنيجيريا في المجموعة الثانية. إذن إلى جانب زامبيا الكاميرون ونيجيريا. أرجوكم لا يزال هناك خمس دقائق ويمكن أن تتحدثوا بعد ذلك عن القرعة. أرجوكم ألفونس سوف نتأكد الآن من أن الكرة المتبقية تمثل المجموعة الثانية والمركز الثالث من المجموعة الثانية للمنتخب الجزائري. نعم للتأكيد الجزائر ستكون في المركز الثالث من المجموعة الثانية مع زامبيا والكاميرون ونيجيريا. المركز الثالث من المجموعة الثانية للجزائر. نعود إذن للمنتخبات المتبقية من المستوى الأول. بعض الصبر لو سمحتم، سوف ننهي بعد قليل. تبقى ثلاث منتخبات، أرجو أن تكونوا صبورين. نواصل إذن. شكرا جزيلا ألفونس. إذن ساحل العاج. منتخب ساحل العاج سوف يكون في المجموعة الثالثة مع الغابون ومالي والمغرب.
سوف نؤكد إذن مع الكرة الحمراء كرة باللون الأحمر المركز المتبقي الذي من المفروض أن يكون المركز الثالث المركز الثالث للتأكيد فقط المركز الثالث من المجموعة الثالثة صحيح إذن هناك منتخبين متبقيين من المستوى الأول سيتم سحبهم الآن لا يزال هناك السنغال وغانا أرجو أن تأخذ وقتك وأن تمزج جيدا الكرات قبل الاختيار آخر منتخبين إذن مع المجموعة إذن المجموعة الرابعة الآن مع جنوب أفريقيا بوركينا فاسو و الكاب فيردي رأس الأخضر إذن المنتخب المنضم لهذه المجموعة سيكون السنغال منتخب السنغال إذن سينضم جنوب أفريقيا بوركينا فاسو والرأس الأخضر الكاب فيردي تحديد المركز للتأكيد فقط تأكيد صحة القرعة من المفروض أن يكون المركز الأول من المجموعة الرابعة شكرا لك ألفونس المركز الأول من المجموعة الرابعة للتأكيد إذن السنغال سيكون في المركز الأول من المجموعة الرابعة للتأكيد إذن المنتخب المتبقي في المستوى الأول من المفروض أن يكون منتخب غانا شكرا ألفونس منتخب غانا إذن منتخب غانا سيكون في المجموعة الخامسة مع مصر الكونغو وأوغندا يجب أن نتأكد من المركز للتأكيد فقط مع الكرة الأخيرة لتحديد المراكز للمجموعة الخامسة من المفروض أن يكون المركز الأول حسب ما تبقى إذن للتأكيد المركز الأول من المجموعة الخامسة لمنتخب غانا غانا إلى جانب مصر والكونغو وأوغندا إذن لإعادة رؤية المجموعات شكرا لألفونس أولا لمشاركته معنا ومساندته شكرا ونحييه سيداتي سادتي هذا ينهي القرعة لتصفية نهائية لكأس العالم للقارة الأفريقية سوف نرى المجموعات الآن أمامنا تونس ليبيا الكونغو وغينيا في المجموعات الأولى المجموعة الثانية زامبيا الكاميرون الجزائر ونيجيريا المجموعة الثالثة الغابون مالي ساحل العاج والمغرب المجموعة الرابعة سنغال جنوب أفريقيا بوركينا فاسو والكاب فيردي أو الرأس الأخضر والمجموعة الخامسة والأخيرة غانا مصر كونغو وأوغندا قبل أن ننهي ونعيد الكلمة إلى هاني نريد أن نيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم نتمنى حظا سعيدا لكل المنتخبات ولكن بالتأكيد تحت شعار الروح الرياضية واللعب النظيف في غرف تغيير الملابس وعلى أرضية الميدان نحن هنا لنحاول بلوغ كأس العالم ولكن للتمتع بكرة القدم الرياضة التي نحبها جميعا شكرا لوقتكم نتمنى للجميع عودة آمنة لبلدانهم ونراكم في شهر أكتوبر شكرا جزيلا ونعيد الكلمة إلى هاني إذن مشاهدينا هكذا تنتهي قرعة الدور الحاسم من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018